حياكم الله الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مسألة اليوم تقول A car of 1200 kilogram drives at 90 kilometer per hour. يقول عندنا سيارة حقتها 90 كيلو متر بير اور، 90 كيلو متر بير اور هي الفي 1، لو حولتها الى متر بير سكند بتطلع ب 25 متر بير سكند، بتمشي على سطح مستوي without air resistance، يعني هنا اهمل الدراج فورس اللي كنا تكلمنا عنها في الاكزامبل اللي راح، وكانت عبارة عن رقم معين في الفرونتال اريا في الدنسيتي في الفيلوسيتي سكويرد، ما علينا منها الان. فهو الان الدراج فورس اللي كانت هنا هو متجاهلها، يقول لك it is known that the rolling resistance of the car depends on its weight as F is equal to 0.006 M car اللي هو الماس حقت الكار في الجي. طبعا لو جينا انا وياكم واخذنا الكفر هنا كبرناه شوية، هذه هي الارض. طبعا هو يقول if the gear is put in the neutral يعني نحط على الان، وبالتالي خلاص ما عاد في باور تساعد السيارة انها تمشي الى الامام، How far will the car travel قبل أن تتوقف؟ يعني يبغى المسافة أهو، لو تأخذها من السنتر من هنا يبغى المسافة هذه S قبل ما إيش؟ قبل ما السيارة تتوقف تماما، يعني V2 هنا بتساوي 0. المهم نرجع للكفر هنا، أنت وقفت خليته في الN، فالكفر هنا بيدور معايا، وحيكون عندك الآن فريكشن فورس تأكل من الطاقة الخاصة بالسيارة الآن، والطاقة الآن هي الإنيرشيا، هو ماشي الآن بواسطة إيش؟ الإنيرشيا إنرجي اللي هو الماس في الفلوسيتي. فالسؤال الآن كم المسافة؟ فأنت حتاخذ حتطبق أهو أبلاي الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، اوكي اون ذا كار، حتقول كيو عفوا ماينس دبليو حيساوي ذا تشينج ان ذا انرجي اوف ذا كار، تمام. خلال الترافلينج ديستانس السفر من هنا لهنا ما في هيت تدخل او تخرج، اوكي ات از ايكوال تو زيرو، فهذا بصفر. وبالنسبة للورك عندي قوة هنا اللي حقت الفريكشن ماينس اف اوف ذا فريكشن مضروبة في ايش؟ مضروبة في المسافة هذه اللي هي اس، وهذه حتساوي ذا تشينج ان ذا انرجي ذا سيستم اللي هي مكونة من ثلاثة اشياء يا شباب، من التشينج في الانترنال انرجي، والتشينج في الكاينتيك انرجي، والتشينج في البوتنشال انرجي. هذا طبعا الحد الأول هذا ام جي دلتا زي، وبما أن دلتا زي بزيرو ما في تغير في المستوى، الارتفاع بصفر، وهذه الدالة زي ما قلنا لكم من زمان وحندرسها بعدين دالة في الحرارة، ودرجة حرارة السيارة ما تتغير فهذه بصفر، واللي يصفى عندي الآن هو التغير في الكاينتيك انرجي اللي هي نص الماس حقت الكار في السرعة النهائية تربيع ناقص السرعة الابتدائية اللي هي 25 تربيع ماينس الفريكشن فورس اللي هي 0.6 في الماس حقت الكار في جي في الديستنس هذه اس اللي هو يبحث عنها، الماس حقت الكار تروح مع الماس حقت الكار، وبالتالي فإن الاس حتساوي ماينس 25 تربيع على 2 في ماينس جي هنا، هذا معامل الاحتكاك، وهذا الجي 9.81. لو جيت
تحسبها حتطلع لك 5309 متر، وهذا أكبر من 5 كيلو متر، تعتبر مسافة كبيرة جدا. لو تسألنا وين المشكلة عندنا، المشكلة هنا نحن أهملنا الدراج فورس. الدراج فورس اللي هو مقاومة الهواء أكبر بكثير من الطاقة اللي تأكلها قوة الاحتكاك هذه الفريكشن معايا. فلكن الهدف من هذه المسألة هو أنك برضو تتعود على صيغة الفيرست لو ثيرموداينامكس، أوكي، وكيف أنت ممكن تجيب المسافة بدلالة الورك إلى آخره، وكيف ممكن تتغير المسائل. تمنياتي لكم بالتوفيق، وأشوفكم في مسألة ثانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.